صدح بيس أما واحد على ريو صدح لي حربور تاني قلعة ضد تاني وا تيو ويند أو واحد كود جايسو قايب تروح قويه سلام بشرة شعب إحنا كروها كاس راها أو هاكو حكي كتير تاني واحد لا سلط سلسلة بيجي معاد واحد سلسلة قويه لا سكول حرام واحد لا يا بلبرجع واحد ودينا يا بس هذا وخير جنريها واحد لا يتركي يا شرمة وحكى الله يا ابني سال واقع على حتى محل وشرت يتنا واحد يرجع ودش ويستعج يصير كل بيت اللي سو وطن بلا راي يتنا جوجل وافر تنا على غير حاجة حركة أي راي على شرت يتنا سمي سام بلوشي واي جوجل سال أبا بير ما بوقت وحلا يا ابني سال لو يرجع يا راي سو هذا غنين نجا حاجة اللي سو بقول شيء سال سو قاتل بقلا سو تشي جرايا سال شيء مركات الواصل وقولي وهالكي أدمنستريشن كسعودي هالكن ما لها سلام قدر الله قبل الله فوره لكن هو برتي بركولا كذا تسك وكذا تشري من بركولا الله دينا على كلا واحد يكتب فراد ما قاعد عيد فراد أو ميركولو وهالكي لو قطها برتو فردي على واحد يشري نكح شوي وهالكي لو أبال بريشري قال تشري وهالكي دعوة لو قال تشري نكح شوي وهالكي قارب قري لو حري يا قارد اللي دلبه وهالكي لو فين تشري تابور سروا إيج وحويان بري نالو أما الدفاع إيج وحلا يا بكره نال ده حاجة صوت دب على قش يجري وحوي كله يهين دب كه وحلا يارك يجري إيج نقالو كن ما تاج تاجي سكرة أيا لقى يارك يجري وحاجة راسه ده حوالو دوا أبيه بدنوا هو يدي عرسه بدنوا جبدي سمريا وحاجة تسمي الكلام أولي هذا لما هو لو مرة سيء هاي وحري حريا ولو فرسي سيدو دمير هيا لو حلالي لكن تاوى الحق شو هاي والله قطول فرس كو كل تاوى حلو مريون نجاحا يوى لو عاصي ولدو دي ذا تاح قدي لما قاري حلو بيسو واحد قاري شين إلا إيو بردوي حاجة نو حاجة كوي فوي وهي إنجليزي حاجة كعينة لا كربي وكسو قوي أكوا وسود قوي وكسو قوي شيخ مكبر عبد وسو كل بار حرتو إلى بروس وسعود وكان حق إنجليزي كسو حق ناس على حط تلير يا كان عندنا لكن حق لا شيخ عويس حتى وهدد ولمد سيقار بقى قاري قال عدي ودن بيسي أمرك يا قحانا كان قحانا واحد تي برد ويدي وصي أنا وقب سنين إنك هالك هايست إنجليزي وحي كورتي قولة صماري وحي كورتي صدران دي بار ملايا اسمه يسمي كورتي خدد دي سيئة ورشي سوح دوني هذا نكاسي تاريخ وين بقيت تجي أو بحنا لا عليه ما تشرب جيس كاف خلاص بنت الله وتاريخ مرا ماريو قرا هسته هي مصر قال عدين تلا عليه لكن جاي نقول ده يعتبر الآن إنه قول جرينين وقت يوردر كوي بابا لي وحنا بنتي لو بقول مدوق الله يلاري قف كدي ترى رأيك سيد كان يقف كل واحد كان ركز وتشجر على لو كان على هابيل هبل ما هو معرض ولا لكن وحنا وقبتي هي اسمها هي علم جري وتاريخ وصوار بحال كذا قلت لك هل كان كيسونا صاحب قواها اسغى ين كيسو دا واحد اهن افريكا غالدي سو غري انغ واحد دونا اصلا بودنا تاريخود واحد بدري مركي دغالك لبا دوك لغا ادك هاي دولك ادك هاي بعد دي سكر لو بدري او تاريخ لو قرا لكن وقتها ايو دغالما يينا 1900 الى 2000 كي دغالك لبا دوك وها ادوك فكر ها دغالك هود وها دغالك اسو خو كسوخد ناشناليزم دادك انتي اسكو لغا iyo inta isku diina ama isku qolay haddooda noqotay adbariga dagaalka koowaad adduu qaabkaas ku socday laakiin kii ka dambe ayaa xog xogtay wax kala beddelay oo yurub qaybsantay oo eeshiya qaybsantay oo afrika qaybsantay oo jamcada qurwaan ka dhaxaysa la sameeyay oo la risaay tahay ayaa inoo xeer marka su'aal ku soo basan tahay maanta noo soo gudbiyay maxaa xilada aakhir kii uu saaray maxaa lagu muujiyay Allah warrinkan de markii loo taag waayay waxa ka tashatay caadad caadad qulayay Yurub oo dhabta ah ka keenay isagii ninkii loo jiray ee qolayeen Liibiya Umar Bakhtar ayaa lagu horaysay mamnuuc baahad in xabad weyn bilaad mar murida oo baa fiicil bariga la hayay tii kuma lagu fajiray xeerka bariga Yurub yaa waxa dadka 12 mm wax ka badan loo toogan waa in hiyoon baahad kasta ay wax diidan diimaha inta kasta loo dilo يتنا واحد لقوت شابي أفريقيا قرادي هو رسالة بها قرادي اللي بقى لقوت شابي واحد دراويش تيجا إسمال لاند بها يواكي ديارة لقوت يفرها بعضهم وح أفر إسكو أدرون
oo armada midba ay tahay 20 oo tijaabo u horeysa xitaa Yurub aan lagu tijaabin inay dadka lahayaan ee lagu soo daayay marka waxay madaxa ku roo qaad waay ilaa iyo kuwi ku yaleen horta milashig tiis ku jirtay iyo tan iyo ciidamadii marka aad degalaan meel la saalkas ka soo magac yar leh ya dalyar meesha saaxib waxa u tagay fardaha jooga marka xoogood aroor qura ayaa intiiba dad ku abrisatay ee horan way qorin ee waa kala qowad duray cad ka keenay cadaqdeedii ma ka tabas ku saa cadaqdeedii adigu cagnaaday arab xaq nayaab meel hayn dee waxaan ay aqoon ma leh waxaan ay qoomo soo baxay markii dambanaa sidii ku gacan kula maamulkiisu dad badan soo wada la culaha markii ingiriiska ayalka ka qaxayna ee wixii waa lagu qaxay dad badan iyo qabaal badan culahaayeen baa iyaguna alaakay akhri waxa ii meel ku dhintay runtii waxa uu hadday taariikh sameeyay weyn oo gaal cad galamay oo madow haduu guuleysan lahaa masar taariikhaha ugu waaweyn ee ka adkaatay Yurub waa hadal waanu sii waa la tasir waday taas oo jeedi efficient buu qoraa waxa hadday uu ku jabay waa lagu murmaa dad waxa dhawaa gacan kuleelkiisi dadka u laayay qaar waxay raadaan ingiriiska ka xog weynaaday qaar waxay raadaan dhulka abaarow ee fardiyo wixii ka taagan waa laakiin waa isku dar intaas oo dhar marka laga hadlo waa companion sabab badan ba akhriyada ka taariikhda marka ka sheegay jiray masar wuxuu sameeyay xoolo badan oo ay qaadi karo wejito geelal kumaan kuma dadka soo dhacay fardo iyo fardo marka qaad wax lagu xadhay construction dhulkii baad ay qaad waayay oo marka amarku dib xagaalaas aanood ugu baxayo qolo waxa ay lahayd wuxuu ahan gacan kulul marka adeer ragii la shaqeynay kulmo daa baxsanay kulmo daa istiray nasan oo ay koos faara wuxuu sheegay inuu abii meesha lagu diray oo isagoo arif ku jiray la baxsan ayuu ku sheekeyay marka wax dhacay de qor xawoogay saa soo carab anaka xadiid ka lahayd ka xadiid dad badan bakhra marka waxa la khilaafay buduhuna soo dadshay burburkiisa ibraas iyo cadaw iyo dugsi xogsta dibadda hino saddexda qodob baan loo arayay laakiin ninka taariikhda wax baan tahay la ilaaliyo kaatir ahmed ali karaan in la isugu tago ugu yaraan saa taamad anigu ugu bisay tuugi markii aan nimadeenu halkan baareynaa yani waxay ahayd